أما هم يجيبوا عبد الحي لأنه هم دينهم زي دين عبد الحي. يا أخي دين لما محمد سرور نايف مات قاعدين يعزوا فيه. أنت عارف لو كان شوية كده توفى وكان دقوا لي صيوان. محمد سرور نايف رأس البدعة على وجه الكرة الأرضية، رأس الخوارج، قبح الله وجهه وأدخله الله النار. عرفته؟ لأنه بعض السلف كان بدعوا على رؤوس بعض أهل البدع بدخول جهنم، زي ما دعا الشافعي على بشر المريسي، قال اللهم أدخله جهنم واحشره فيها، دعا لي والله عديل كده. وزي ما دعا عبيدة الشونيز رحمه الله برضو من أئمة السلف، مشى صلى على جنازة بشر المريسي، الجماعة عابوا عليه وقال لي كيف أنت تزعم أنك من أهل السنة وتفعل هذا؟ قاتلك الله. قال لا أمهلوني. قال للجماعة اللي قالوا لي الكلمة دي، قال لهم اصبروا. قال والله ما شهدت جنازة أرجى أجرا عندي منها أبدا، فإنه حينما وضعت الجنازة للصلاة وقفت فقلت اللهم إن عبدك هذا قد أنكر الصراط، اللهم فلا تجوزه على الصراط، وإن عبدك هذا قد أنكر عذاب القبر، اللهم عذبه فيه عذابا ما عذبته فيه أحدا من العالمين. والله زي ده، اللهم احشره في جهنم. وده له دعاء عجيب مرة هذه. فضحكوا في وجهه وقالوا بارك الله فيك ورجعوا. فده زول مجرم، محمد سرور نايف ده مجرم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.